بفترة أحد المختصين بجلس مع واحد من هذول الشباب بشكيله بقول له والله أنا الشيطان بسحبني على المقبرة الفلانية الساعة 4 الفجر. نعم. قال له كيف بسحبك؟ قال له بسحبني باخذ تاكسي وبطلع. وانا اصلا لما دخلت من سور المقبره عده مرات في احد سائقي التكاسي، واحنا بنقول الله يجزيه الخير اللي وصلوا، لما شافوا عمل هيك بلغ عنه السلطات المعنيه انه دخل لهي المقبره، ولما تم خلينا نحكي التعامل معه حكى انه انا بتعاقب وصرت اذا ما ذهبت وصرت اسير له. هلا لما يذهب للمقبره او للمقبره شو بيعمل؟ بديش احكي شو بيعمل. بعمل أشياء، خلي رسالتنا الإعلامية إيجابية، بلاش بعض الأمور تأثر عكسا على بعض الشباب بتنطلب منه أشياء غريبة وعجيبة، إنما هو بيعبده والعبودية لله عز وجل هو تحت سيطرته. دكتور موسى، هاي السلوكات وارتباطها بالمواد المخدرة كسبب أو نتيجة؟ نعم يا سيدي، يعني احنا نتحدث الآن، إذا بدي أنفصل الموضوع بسبب ونتيجة، شوف الموضوع كيف هو حلقة مفرغة، لأنه تعاطي المخدرات إحنا كلنا بنعرف إنه تعاطي المخدرات يؤدي إلى إما تثبيط وخدران أو تنشيط، واثنينهم بترافق معهم هلاوس حسية وسمعية وبصرية. هذه الهلاوس ممكن تخليه يفكر بأي شيء، ممكن يشوف أي شغلات، يسمع شغلات مش موجودة مش حقيقية، هي موجودة هلاوس فقط في دماغه اللي تعطل وصار في عنده خلل في الإدراك بسبب المؤثرات العقلية اللي بيتعاطاها. وبنفس الوقت في عندي بعض الانحرافات اللي حتى يمارسها هو بحاجة إنه يأخذ مخدر، فبعد الانحراف هو بروح للمخدرات والمؤثرات العقلية، فهي نتيجة وهي سبب في نفس الوقت بشكل مباشر. دكتور، نعم بشكل مباشر ولصيق جدا، المخدرات ذراع في كل الانحرافات الموجودة. يعني الآن احنا انا معك بأيدك انه بدأت تظهر وتطفو، يعني افضل من انها برزت، هي بلشت تطفو على السطح، واحنا بنعرف شو اللي بيطفو على السطح دائما، القشور. صحيح، هي بدأت تطفو على السطح بالفترة الأخيرة عالميا، مش بس عنا على فكرة، وبدأت عنا للأسف. احنا شاهدنا بعض الممارسات والمحاولات في بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، كان في بعض المحاولات الا انه الحمد لله تصدى لها المجتمع بالدرجة الأولى وتصدت له أجهزتنا الأمنية. الموضوع مش سهل. نعم. والموضوع يجب أنه نعطيه الأهمية القصوى، لأنه فعلا بيأثر على بيوتنا.